أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدين في حلقة جديدة من بانوراما. لن نبوح بسر إذا قلنا أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الخاصة الأمريكية تقوم بتطوير التكنولوجيات لتنظيم الاحتجاجات والعصيان والتمرد عن طريق الإنترنت، إلا أننا نتساءل اليوم إلى أي درجة استخدمت هذه التقنيات المعلوماتية قبل وأثناء الاحتجاجات والثورات في المنطقة العربية، وهل تتسلح بها وحدها العناصر والقوى المعادية للنظم الحاكمة؟ ما دور تكنولوجيات شبكة الإنترنت في الاستعدادات لما يسمى بحروب الجيل الجديد؟ يبدي المحللون والخبراء اهتماما خاصا بظاهرة استخدام مختلف أنواع تقنيات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت المصنعة بمعظمها في الولايات المتحدة أثناء أحداث الربيع العربي بهدف تنظيم وتنسيق الاحتجاجات الجماهيرية. ويؤكد الخبراء الروس المتخصصون بمكافحة التطرف والإرهاب على سعة نطاق أطياف هذه التقنيات التي استخدمت على سبيل المثال للحصر في مصر وليبيا وسوريا. ويركز هؤلاء الخبراء على عدة مستويات للتأثير على هذه العملية التي تبدو للوهلة الأولى عفوية وخارجة عن السيطرة، اعتبارا من إطلاق عدة طرائق على شبكة الإنترنت لتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية وشن الحرب الإعلامية ضد السلطات، وانتهاء بتشكيل شبكات ومواقع أفقية للناشطين والمدونين وكذلك المقاتلين المسلحين. المدونون يعملون بصورة مستقلة في المجال الإعلامي، فيما تشن الجماعات المسلحة هجماتها على القوات الحكومية وعلى السكان الموالين للنظام. الهدف النهائي من العمل المنسق لمدوني الإنترنت والجماعات المسلحة هو إشاعة البلبلة وإسقاط النظام الحاكم. بديهي أن هذا النوع من الأنشطة لم يكن ليظهر في غياب الحركة الاحتجاجية داخل المجتمعات، وبدون هذا الشرط ما كان باستطاعة أي تقنيات عنكبوتية أن تستثير التحركات الثورية الواسعة النطاق كالتي شهدتها الأقطار العربية. وإلى ذلك فإن مختلف التقنيات الشبكية الإنترنتوية تستغل من قبل الأنظمة الحاكمة نفسها، بما في ذلك النظام السوري. وتفيد بعض المعلومات بأن الدوائر الأمنية السورية تستخدم تقنيات الإنترنت في الدعاية المضادة وفي التجسس على المعارضة وملاحقتها، وبالتالي يمكن أن تغدو التقنيات المعلوماتيات الحديثة سلاحا ذا حدين. عن هذا الموضوع، دور الإنترنت في الاحتجاجات والانتفاضات والثورات بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، معنا اليوم الدكتور راميل لطيبوف مدير مركز دراسة المخاطر الإرهابية والنزاعات المنخفضة الوتائر. دكتور أهلا وسهلا معنا في بانوراما. إذن كيف تقرأ الدور وحجم تقنيات الإنترنت وتكنولوجياته المتعددة في تنسيق أو تنظيم أو بشكل عام في الانتفاضة والثورة العربية؟ أصبحت تكنولوجيا الإنترنت في عصرنا أكثر من وسيلة اتصالات. أصبحت وسيلة فعالة لإعادة تقسيم المساحة الجيوسياسية العالمية. خدمت وسائل الاتصالات دائما عملية التطور الحضاري، وفي عصرنا المعلومات صارت سلاحا، والنظم المعلوماتية تخدم الدول العدوانية وتخدم من لا يستطيع إلا أن يعيد بناء العالم من أجل التوصل إلى أهداف معينة. وللأسف لا يمكن استثناء العالم العربي من هذه العملية، وسلسلة الأحداث في الأعوام الأخيرة إثبات حي لهذا. فقد وقعت دول كانت تنعم برخاء اقتصادي واجتماعي مثل ليبيا وتونس في مجال احتجاجات اجتماعية
وكان يصعب ظاهرا تعليل هذا بعوامل موضوعية. إن عمل الأجهزة الأمريكية والبريطانية في هذا الاتجاه مستمر منذ عقود، وهي اليوم أقسام رسمية كبيرة. فالخارجية الأمريكية تفعل هذا، وكذلك البنتاغون، وهو تنفيذ لبرنامج قوي يهدف إلى نشر المطامع الإمبريالية للوبي الأنجلو أمريكي في شتى أنحاء العالم. طيب، لكن دكتور رميل تتحدث عن أن المعلوماتية تستخدم كأداة لإعادة بناء النظام العالمي الجديد. طيب، وهذا ينسحب على المنطقة العربية، وتقول أن هذه التقنيات كانت وراء تحريك الشارع العربي. لكن لا تعتقد أن الذي حرك الشارع وأولع الغضب الشعبي هو الاستبداد والقمع والفساد وتصرفات الأنظمة الحاكمة؟ لأن الإنترنت لعب دوره، هذا يعني هذا الأمر لا لبس فيه، لكن حجم استخدام هذه التقنيات كان ضئيلا ربما وفي البداية فقط، أنما الوضع الثوري انسحت بر هو الذي تشكل وهو الذي أنزل الإنسان العربي لأن يحتج ويسقط حاكمه الذي كان يعتبره حاكما غير عادلا مستبدا ومفسدا وما إلى ذلك. إن الاستبداد والفساد آفتان عالميتان، وإن تطلب الأمر زعزعة الاستقرار في دولة معينة أو في مكان ما، تبدأ المعارضة والموجودة في كل مكان وفي جميع الدول باستلام الأموال من الخارج، ويبدأ الترويج الإعلامي. حينها تحصل المعارضة على وزن، ولا يحدث هذا في ظروف مختلفة. دكتور رميل، تعتقد أن وراء كل هذه الخدمات المعلوماتية المتطورة كالفيسبوك والتويتر وربما الجوجل، يعني وراءها حكومات غربية، حكومة أمريكية، الحكومة الأمريكية، الحكومة البريطانية وإلى آخره، كيف نفهم، كيف تثبت لنا ذلك؟ عندما اخترعت القنبلة النووية طرح سؤال: من يملكها؟ ولم يكن السؤال من يقف وراء هذا. شبكات الإنترنت ليست ابتكار القوى العدوانية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن هذه القوى تسلحت بتكنولوجيا الإنترنت وحولت هذه التكنولوجيا إلى سلاح، واليوم تحاول هذه القوى الانفراد بهذه المنظومة. ينفقون أموالا هائلة في تكنولوجيا المعلومات، وهذا يبين أن الشركات التي ذكرتموها تحتكر السوق الدولية، وتقوم القوى العدوانية بفعل كل ما بوسعها وعلى شتى المستويات الاستخباراتي والسياسي والاقتصادي لتمنع أي دولة أخرى من تطوير نظام خاص بها، منظومة مفتوحة تابعة لجهة معينة غير خاضعة للرقابة من الخارج. لذلك أرى أن السواد الأعظم من تكنولوجيا المعلومات اليوم تخدم بريطانيا والولايات المتحدة. لكن دكتور رميل، حتى ولو سلمنا بأن العالم الغربي، بعض الحكومات الغربية تريد الإطاحة بهذا الحاكم العربي أو ذاك، الآن يعني حتى ولو افترضنا أنها استخدمت الفيسبوك والتويتر لأن بعض الخدمات المعلوماتية فعلا كانت موجودة وظهرت منها تقنيات جديدة إطلاقا كإظهار المكالمة الهاتفية على موقع التويتر في عز الحراك الشعبي في مصر على سبيل المثال، لا الحصر طبعا، لكن الوضع الذي تشكل جراء هذه الثورات وضع واقع جديد. يعني هناك الإسلاميون في السلطة، هناك يعني أزمة مستحكمة أو مستحكمة في مصر، هناك الوضع في ليبيا. الحكومات الغربية يعني هل يمكن أن نقول أنها لا تعرف بالضبط كيف تتصرف حيال كل هذه المعطيات وهذا الواقع السياسي والحضاري أيضا الجديد؟ من وجهة نظري
فكرة الدول الغربية الأساسية لا تكمن في إسقاط هذا النظام أو ذاك أو في زرع الفوضى هنا أو هناك. لا، هناك مشكلة عالمية تحل اليوم بهذه الطرق، والفكرة العالمية تكمن في دفع الإسلام إلى الراديكالية حيث أمكن في شتى بقاع العالم وجعله في مواجهة المسيحية لخلق الصراع، الصراع الذي سيساعد العالم الغربي أو العالم بشكل عام على الخروج من الأزمة الاقتصادية. الأزمة التي لن تنتهي إلا بتقسيم صارم، وكان ذلك سابقا جراء الحروب، واليوم هو صدام بين ديانتين أساسيتين، والغرب على قناعة تامة بأنه سيفوز في هذا الصراع، وإن الديانة الإسلامية ستكون الضحية من أجل إنشاء نظام جديد، نظام اقتصادي ومالي جديد. ولا أحد يخفي هذا الأمر، والغرب الذي كان دائما عدو الإسلام الراديكالي يحاول أن ينشره في شتى أنحاء العالم. من أجل ماذا؟ طيب، لو تركنا هذا العمق الاستراتيجي والجيوسياسي ولو عدنا دكتور راميل إلى الجانب الفني، يعني بالنسبة لدور الإنترنت في الثورة العربية في تنسيق وتنظيم الاحتجاجات والاحتشادات، ألا تعتبر أن شاشات التلفزة أي الأقمار الصناعية الوسيلة التلفزيونية التقليدية هي التي لعبت الدور الأساسي في تعبئة وحشد الرأي العام العربي والعالمي ضد الحكام العرب، وهي التي كانت هذه الشاشات كانت تفجر من حين لآخر قنابل إعلامية من العيار الثقيل، والتلفزيون هو الذي يعني له الدور الحاسم في استمالة من كان لفترة ما يتعاطف مع النظام ثم اقتنع بأن النظام فقد شرعيته. إن التأثير النفسي على المدى البعيد يأتي بفضل برامج تتطلب الصبر، برامج تمتد لعقود، والبرامج التلفزيونية والإذاعية ليست لب الموضوع دائما. فهناك مفهوم التضليل الإعلامي، فمعلوم أن استخبارات عدد من الدول الغربية صنعت عددا من الأشرطة المسجلة مسبقا في استديوهات وأماكن مختلفة، وكانت تقدم هذه الأشرطة للشعب على أنها أحداث آنية، وطبعا هذا عامل إزعاج قوي وقوي للغاية. وعندما تبدأ وجهة نظر معينة بالتكون حول هذا الحدث أو ذاك عند الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز باستمرار، حينها يخلق هذا الشخص مزاجا معارضا في داخله. وفعالية الإنترنت أكبر في هذا الحال لأنه غير خاضع للرقابة. مراقبة التلفزيون والراديو ممكنة في أي دولة، ويصعب فعل ذلك على الإنترنت. لكن دكتور، الإنترنت غير متوفر في كل مكان في المنطقة العربية، إنما التلفزيون بالعكس يعني يكاد يكون موجودا في كل بيت. نعيش في يومنا هذا في مساحة يصل فيها الإنترنت إلى كل مكان تقريبا، حتى أنه يمكنك الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية. أزور العالم العربي بين الحين والآخر، وأصادف الهواتف الذكية وأدوات اتصال حديثة في قرى نائية. أي أن الاتصال بالإنترنت ليس مشكلة في عصرنا، والراغب يجد طريقة، ومن أجل فعل معين سيقوم من يريد بالفعل بإيصال الإنترنت. دكتور راميل، بالنسبة لي حكاية ويكيليكس الشهيرة جورج جوليان أسانج الذي الآن يجري لقاءاتها الشهيرة على شاشة روسيا اليوم وقناة أرتي، الزميلة أرتي الناطقة بالإنجليزية، كيف تصف حضرتك الويكيليكس هذه الظاهرة،
وحملاتها المدوية، الحملاتها الإعلامية المدوية التي اهتزت الكثير من التصورات السابقة وأفضحت السياسة الأمريكية بالدرجة الأولى قبل أي سياسة لأي دولة أخرى. إذا تحدثنا عن المعلومات في مفهوم المعلومات كسلاح الذي تحدثنا عنه اليوم، فإن جوليان أسانج هو أول من استخدم السلاح المدني بلا رخصة، ولم يكن هذا المفهوم موجود من قبل. كان الإنترنت أداة تأثير عالمي وحولته القوى الغربية إلى سلاح. أما جوليان أسانج ولأول مرة استخدم المعلومات كشخص وتحول إلى عامل إزعاج قوي، لا لأنه تحدث وكشف، بل لأنه أعطى مثالا سيئا لغيره وبين أن استخدام الإنترنت وعدد من التقنيات الأخرى يفتح العين، وهذا ما كان يزعج الأسياد في الولايات المتحدة، وأنا سأسميهم بالصقور في الولايات المتحدة، يخافون من أن السلاح الذي احتكروه قد يظهر في دول أخرى وبيد أشخاص كذلك. يعني هذه الحالة هي الحالة التي استخدم شخص أو فرد واحد المعلوماتية كسلاح ضد سياسات الحكومات الغربية والحكومة الأمريكية. نعم، وجوليان أسانج لا تسالكوفسكي ولا مندليف، ويمكن لأي عاقل مالك لإمكانيات مادية معينة أن يفعل هذا، وهو ما كان أكثر ما يزعج الأسياد الذين كانوا يتخيلون أن هذا السلاح ملك لهم وحدهم. دكتور جوليان أسانج يدعي بأن الفيسبوك والجوجل يتعرضان بشكل منتظم لتجسس من قبل جهات خاصة، جهات حكومية خاصة، هل هذا أيضا صحيح؟ بل أن النظم المماثلة والمنتشرة مثل نظم الحوار المباشر والمدونات وغيرها أنشئت منذ البداية بالأساس من أجل التمكن من مراقبة أمور معينة، وتقنيا هذا الأمر ممكن، ومن الساذج استثناء هذا الأمر. هذا معنى، يعني هذا معناه أن الإنترنت هو الفضاء المعلوماتي والإعلامي الأكثر عرضة لانتهاك حقوق الإنسان، لأن من الوهلة الأولى الإنترنت هو الفضاء الإعلامي الحر إطلاقا، لا رقابة فيه ولا تجسس ولا من للوهلة يعني، إنما الوضع عكس ذلك تماما. ليس كذلك تماما، فالإنترنت حقل، أو دعنا نقول إنه ملعب كرة قدم، وفيه مجموعات من اللاعبين، وكل منهم يملك إمكانية متساوية، والسؤال إلى أي درجة كل شخص يربط نفسه بهذه الشبكة؟ فللبعض هي وسيلة للحوار مع الآخر، وللبعض الآخر هي وسيلة بحث ومشاهدة، ومن لا يريد أن يكشف معلومات عن نفسه لن يفعل هذا، فلا يحك جلدك إلا ظفرك. ولا يمكننا أن نعتبر الإنترنت معاديا للبشرية، على العكس، إنه يقدم الفرص ويساوي الفرص، وهو النظام الوحيد الذي يساوي فرص الجميع. دكتور، بالنسبة لي كيفية استخدام الإنترنت من قبل الأنظمة أو النظم الحاكمة، النظم العربية وغيرها من النظم الحاكمة، الانطباع بأن النظام الحاكم يخسر الحرب العالمية التي تشن ضده. بالنسبة للوضع في سوريا، كيف تقرأ هذا الوضع؟ ماذا تلاحظ في هذه الحرب الإعلامية المسعورة التي يعني يشنها جميع الأطراف وليس الطرف واحد؟ إن الحرب الإعلامية المسعورة في سوريا هي للأسف روافد لحرب عسكرية، إنها استعداد لعمليات عسكرية،
ففي المؤسسات الأمريكية هناك نظم معلوماتية بأكملها للاستعداد للعمليات العسكرية والتي تؤثر على سكان منطقة معينة. وسوريا ستكون العثرة في طريق الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل. وإسقاط النظام الحالي، النظام المدني إلى درجة، سيؤدي إلى وصول الراديكاليين والإخوان المسلمين إلى السلطة، ولا تصب أي عملية عسكرية في مصلحة إسرائيل، لأن تل أبيب لن تحصل على نظام غير معادي بعد فوز الحلف، وإنما ستحصل على حكومة متشددة معادية للدولة اليهودية، والمواجهة ستكون عنيفة. دكتور راميل، ذكرت أن سوريا أصبحت نقطة أو حجر التعثر في هذه النظرية كلها، ولو تركنا موقف موسكو حيال الأزمة، يعني لماذا أصبحت سوريا رقما صعبا على من يشن حربا عليها؟ سوريا هي آخر الدول المدنية المسلمة في الشرق الأوسط. سوريا دولة حدودية ودولة مواجهة. وإسرائيل ستكون ضحية هذه الحرب الكبيرة، وقد تصبح إسرائيل الجبهة الأولى التي ستشهد صراع الحضارات. وعلى الغرب أن يقرر بماذا سيضحي، وأعتقد أن سوريا هي خاتمة سلسلة ما يسمى بالحروب الأمريكية ضد الإسلام. العالم العربي حيث تنهي أمريكا حروبها الآن، ثم الشرق الأوسط، وبعدها عبر الشرق الأوسط سنشهد محاولة إشعال الفتنة بين الإسلام والصين، ولا ننسى طبعا روسيا التي يسكنها من 14 وإلى 35 مليون مسلم حسب مصادر مختلفة، وهذا عدد كبير للغاية، أي أن الرهان على الإسلام اليوم، وستكون هناك محاولة للتضحية بالإسلام من أجل الحضارة. ورأيي هو أن الأسياد يخطئون مرة أخرى، قد يتمكنون من إشعال فتيل الصراع، ولكن مبادئ الديانات ستأتي بالفكر السليم. وسيلعب الانترنت الذي يستخدم ضد العالم العربي الآن، سيلعب دورا إيجابيا، لأن الانترنت لا يمنع ولا يغلق ولا يتلف، ولا يمكن إلا الرد فيه بالمثل. طيب دكتور، كتبت في تقريركم الحديث تقول بأن التقنيات التي اختبرت وجربت في الثورات العربية وغيرها من التقنيات الشبكية المعلوماتية قد تستخدم فيما سميته بحروب الجيل الجديد أو حروب الأجيال الجديدة، الأجيال القادمة، وتقول أن السلاح التقليدي شيئا فشيئا يفقد مع يعني أهميته. ألا تعتقد أن هذه المسألة يعني من السابق لأوانه استبدال هذا الأسلوب بذاك؟ إن التطور الحضاري قضى على إمكانيات السلاح العسكري. في يومنا، يوم المفاوضات المديدة حول الملف الإيراني وكوريا وغيرهم، لن تكون هناك حربا نووية، لأنها ستأتي بنهاية البشرية وبيوم القيامة. لذلك عصرنا هو مرحلة انقراض السلاح العسكري.
قد يبقى كأداة للدفاع عن النفس وضبط النظام. لن تأتي جحافل من المدرعات إلى أي جبهة اليوم. حتى الأحداث الأخيرة في ليبيا بيّنت أن العدد الهائل من الصواريخ المضادة للدبابات التي اشترتها ليبيا من إيطاليا لم تستخدم، لأن الحلف لم يرسل أي دبابة إلى هناك، والحرب كانت تدار من السماء، وهذه هي التكنولوجيا المتطورة. وفعالية العمليات العسكرية ليست كبيرة لأنها تدمر البنية التحتية للمساحة التي تدخل إليها القوى العسكرية. أما عمليات تدمير الدولة باستخدام النظم المعلوماتية تحافظ على البنية التحتية والشعب. دكتور رميل، شكرا لك على هذه التوضيحات وهذه الأفكار. مشاهدينا، دور الإنترنت وتكنولوجيات الإنترنت المتعددة في محاولات إعادة بناء النظام العالمي لا أكثر ولا أقل. عن هذا الموضوع تحدثنا مع الدكتور رميل لطيفوف، مدير مركز دراسة المخاطر الإرهابية والنزاعات المنخفضة الوتائر. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. إليكم الشكر أيضا مشاهدين على المتابعة. اقتراحاتكم يستلمها على مدار الساعة بريدنا panorama@rttv.ru. لكم منا أطيب التحيات.